سيب شعيب بغادوس واخويا هانت اوريجينال صبن ورد ها هو هذا راه ماشي توب ديال مليفا ولا كريب هذا راه بغادوس اوريجينال الثمن ديالو كيدير 700 درهم سولوا في السوق اختي على هذا الديزاين هذا انا كندوي لك على الاوريجينال اما التقليد هذاك الشيء بوحدو الثمن ديالو غادي يكون الثمن ديال هاوتا ديال سيدنا رمضان هاكا خويا بشعيب غادي يكون الثمن ديالو 300 درهم والتوصيل فابور العبار ديالو 2 متر 50 على متر 60 الريور ديالو ها هو كيما كتشوفوه كي معايا جلابه قميص الحضور تبغي 3 متر اختي غادي تبقى عليك 350 درهم والليفريزون فابور الوينات ديالها هما هادو هذا راه كندوي لك حتى على الاوريجينال ها هو التويب كيبان اخويا بشعيب كيرتي ولا لا غزال 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 كيحمق واش هو منه الخدمه متقون ها انت السي بشعيب ولا طومبي لك النخوه هذا الحر هذا المزيان اما بالنسبه راه صورنا راه بزاف ديال الخطوط راه كاينه اختي واحد اللعيبه مخطه انا لعيبه مخطره غادي يقولوا لك 80 درهم 70 درهم انا ما كنبيعش لك اللعيبه مخطه انا كنبيع لك تويب ديال النخوه ديال لا كلاس دغادوسوا دغادوسوا سامبل بوحدو خويا بشعيب كيدير 600 درهم حنا زدنا عليه هذا الخطيط هذا ديال السق اللي هنا باش يكون جلابه للحضور والثمن ديالو فقط غير 300 درهم والتوصيل فابور على لا حتى الباب ديال الدار ومني كيوصلك التويب ديالك حتى عجبك بصحه وراحه ما عجبكش راه كتردي لينا ونعطيك رزقك اختي ما كاينش مشكل حنا خدامين على السمعه ديالنا ديال ديما ديال الدوام ما خدامش نبيع لك مره وحده وسير الله يسهل عليك هذيك الخدمه ما كنديرهاش باش يدير الحريفيه اختي حنا ما جيناش في السوق غدا حالفه وجايه ثالثه ما عندناش داك الشيء حنا عندنا الكليير بحال العائله خويا بشعيب ها الفاميلا ما كاينش مشكل يا اما توني العائله ديالنا يا اما مشيش ما عندنا هاك شو على الوين كيفاش داير هاك السكتك هاك شي هذا هو السكتك اللي كيقولوا له السي بشعيب شو لوني نسيك فلون اخويا لون لوني نسيك فلون عندك لو شو اختي 27 لون لوني نسيك فلون شوف اختي شوف 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 على مارو شوف 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 على مارو كل نهار ونهار السي بشعيب شوف عاوتاني الغوز في هذا البارم غوز بانتر غوز بيبي ولا تباني بحال هالو كيتي اختي ولا بحال باربي منين تلبسي خصك تقراي معوذتين والدعاء ديال لبس الثوب الجديد سينو غادي تخسر لك الجلابه اختي حيت انت هي زوينه والثوب زوين ما غاديش تلاقاو ضروري اختي غادي يحسدوكم هذا راه مطبع خويا بشعيب راه كده ما غاديش نصيفطو لك بحالو ها انت اخويا شوف عاوتاني على الوين كيفاش داير ها لوري نسيك فلوس هاك السي عبد الرحيم انا بغيت لك السي عبد الرحيم اش غادي نقول لك هاك 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 السي بشعيب هذاك الشيء اللي دوينا فيه قبل الحصه السي بشعيب هاك شو على اللون عاوتاني اختار كيفاش داير شوف لوني نسيك اللون اخويا بشعيب هذا اللون غزال ها كله كله هاك السي بشعيب شوف شوف النخوه مسقوا لي عويناتكم برعوا لي عويناتكم تبرعوا مع راسكم ومبروك عواشركم الله يبارك فيك السي بشعيب وعواشركم مبروك عاوتاني رميسه راهي السباقه في الصواب درنا لكم فيديو هذه السيمانه باركنا لكم العيد ما نكونوا ما مساليش ونساوكم حيت راه انا دابا طايح كثر من نايض خذوا جلابه دابا راه باش تخليو حتى الليله ديال العيد اختي تولي الدار وما الخياطه الخياطه كاين اللي كيكون مبلي بالكارو قاطع وكاين اللي كيكون مبلي بالماكله قاطع كل واحد والبليه ديالو الله يعفو على الجميع يعني كيكون الخياطه ماشي هما هذوك ياك السي بشعيب احسن دابا هما واكلين شاربين كاملين مقاوين يخدم لك بياسه هذيك زوينه دفع عليه دابا اختي وجد لك رمضان وخبيها حتى العيد دفعيها دابا اختي وخبيها للعيد اش خاسره انت خلوا شتا الحلقه الاخيره مرحبا بكم وبالصحه والراحه والاراء ديالكم شنو نصور لكم الفيديو الجاي ان شاء الله